خل أوضحها بصورة أخرى، تقصد أنه الناس قامت تنتظر خسارة المنتخب؟ تنتظر يعني، والله العظيم أكو ناس هم رياضيين كيفون عماد محمد يخسر حتى يرجع، حتى العالم ضد تحكي عليه. شنو قصدك انه لو مدرب اجنبي مصر هجمه؟ يعني لو اجنبي كلها تغلس. ليش؟ اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت. أيوة ليش؟ والله. قلت لك كابتن عماد وجه له تحيه، احنا سيس الموضوع، يا اخي عوف المن تحب والمن تكره، يا اخي عوف، بس انا باحترامات لهذا المكان وخصوصيته. يا اخي ما لك دخل باني احب علي واكره فلان. ناقشني انت لاعب كرة قدم محمد. يا أخي خيارات عماد ما صارت عليها مشكلة وجدل؟ واحد لاعب وهم ما أذكر اسمه بالتصفيات بدونه غلب اليابان وغلب إيران وصعد، هسه شماعة صارت كلها شايلتها بدون واضح بلند شايلتها. ليش ما زي أنت الفرص ويا تونس أكو فرص، يعني شفت الفرص أنت شنو الأول ينزل حيدر جبار لو عماد يذهب بالجول شو يسوي لك؟ بس انا مو دفاعا عن كابتن عماد، الله يشهد وحق هاي النعمه. بس انا اشوف يا اخي هذا الرجال ظلموه، يا اخي خبلوه لين مثلا تابع يحب فلان جهه، يا اخي ما لك دخل، يا اخي انا اريد منتخب العراق، اريده يصعد، اريده يفوز. بالاضافه يعني ما اريد انا اتكلم هاي امور وردت اوضح يعني من خلال برنامجك. زين انا خلص وقتي بس انا اريد اوصل رساله مهمه يعني للجميع، انه احنا سنوات عمو بابا مدرب منتخب وطني ما نعرف شنو، بالاخير سمعنا عمو بابا مسيحي، ايوب اديشو بالفتره الاخيره يلا عرفنا ايوب اديشو مسيحي. احنا كنا اقول لك